الكبار رجع باريس مرارا وتكرارا فلم يصل فيه لأحد حتى طغى وتجبر وأخذته العزة بالإثم أخذ أموالكم وردها على قومه فزادوا بها غنى وزدنا بها فقرا وإذا لم يكتفي بلهب الأموال والاستهتار بالرأي والأمر فقد تآمر الآن مع صاحب المرية كما تعلمون ويسر له أخذ وادي آش ويزعم أنه يفاوضه فوالله لم نبادر إليه قبل ارتضاء تدبيره فلا يدخلن صاحب المرية معه بلدكم هذا فيطعكم بخيوله ويعتدي على حرمكم وأعرادكم فهل ترضون بهذا؟ تحية خالصة السي عبد القادر رقيق. يعني هذه كانت واحد اللقطة من مشهد ذكرتينا به، يعني كان من الأفلام أو المسلسلات الرائعة بعنوان ملوك طوائف. نعم سيدي محمد، ودوريت أنا كنشكركم وكنشكر المجهودات ديالكم الجبارة في هذه المهنة ديال المتاعب. هي مهنة كتحتاج منكم كتطلب منكم مجهود عضلي وعقلي، وكتعتمد على التواصل الجيد والقيم. ومرحى لنا بكم لأنكم أنتم الناس اللي كنعتمدوا عليهم في التعريف بنا. في الحقيقة هذا القول اللي قلتوه هو من مسلسل ملوك طوائف للمخرج السوري المحترم سي حاتم علي، وكنت لعبت فيه الدور ديال خطيب أهل الغرناطة، وارتأيت أنني نقول هذا الطرف هذا نظرا للاحتفال ديالنا باليوم العالمي للغة العربية اللي تحتفل به. ففعلا اللغة العربية تالية، ومن الأشياء اللي كان مفتقر لها في العمل السينمائي الفاسي ديالنا، فماذا بنا أننا إذا كنا فعلا غيورين على اللغة العربية أننا نتفرج في أعمال الفاسية والسينمائية واللي كتعيشها جميع الأسر المغربية، عسى وعلى أننا نقض اللغة العربية وتعود هي اللغة السائدة ما بين المجتمع ككل في التواصل ديالو اليومي في الممارسة ديالو اليومية. وما ننساش سيدي محمد دارت واحد الندوة حول اليوم العالمي للغة العربية، فالمشكل ماشي هو في المشكل ديال اللغة العربية واش هي كصلة تواصل، أكيد لا، اللغة العربية جميلة جدا، وأكيد أكيد أكيد أن المتلقي المغربي أصبح ناضج، واحد النضج اللي كيتقبل جميع اللغات كيف ما كانت، إلا أنه إحنا ما غاديش نفيو اللغة العامية اللي هي سائدة وعامة. فالزجل المغربي كفن وكإبداع راه باللغة العامية، ولكن عنده واحد الضوء وعنده واحد الرونق. وكنتمناو أنه طرحت في واحد الندوة على أنه حتى المسلسلات والتلفزية والسينمائية والأفلام السينمائية كتفتقر أنها تستغل ثروات ديالنا الإبداعية، لا من حيث السجال، وتتخصنا واحد كتاب ديال السيناريو ديال اللغة العربية، لأنه فعلا اللغة العربية علاش حنا اللي كان يجي عندنا واحد أجنبي كنضطروا أننا نسيروه في لغته، مع العلم أنه حتى هو عندنا ضيف خصو يسيرنا في لغتنا، يجي حتى هو مترجم اللي ترجم ليه اللغة ديالنا باش نعطيوها واحد القيمة ديالها واحد المصداقية ديالها، لأن اللغة العربية هي لغة الدار، هي لغة القرآن، هي لغة غنية وثرية فيها مشتقات فيها كل شيء. والمشكل سيدي محمد من فلوطي أن اللغة العربية الآن لا تحتاج لترسيخها وإنما تحتاج لتصحيحها، فهناك ألفاظ وتمثلات باللغة العربية تفسد للغة العربية، فكاين تمثلات تنقول مثلا القلم فوق الطاولة أو على الطاولة أو بالطاولة، ما هو الصحيح؟ وكنشكر واحد الصديق ديالي الدكتور سي يوسف بقران، هو أستاذ جامعي، على أنه قال لك حتى ليك مبروك، راه قال لك خطأ في اللغة العربية،
يعني بغيت نبارك واحد الانسان نقول ليه مبارك عليكم العيد، مبارك عليكم عيد الميلاد، ماشي مبروك عليكم، مبروك انك تتعود على الجمال، يعني بحال جلس عيد الجمال. وكنتمنى على انه الله سبحانه وتعالى يعطيكم الصحه والسلامه السي الفروطي، لانكم فعلا كتعرفوا بالنجوم والطاقات الابداعيه ديال مدينه سطات اللي عطات واحد القوه. وسطات راها تمسنا من المحمديه حتى الحدود الحامله، راه هي ثريه بالطاقات، طاقات هنيه. وشكرا جزيلا.